اليوم وبشكر حضور كرام كمان خاصة الأمهات الحاضرين معنا اليوم. استقال على الأمهات ديال أمهات تلاميذ المدرسة الجزولي بالجماعة القروية الشلالات. كنشكروا وكنجد الشكر على السيد المدير اللي تحلينا اليوم المدرسة ديالو باش نشاركوا مع هذا الورش البيئي بمناسبة القرعة المدرسية الجديد 2019-2020. واش كان شي بايب؟ والو كان شي دجاج بلدي؟ مصيبة وما كاين والو غندي والو انا اليوم يبيتني في الزنقة. حنا اليوم جينا في المدرسة و جينا في المدرسة وزوينة والحديقة هي زوينة وجينا اليوم مدرسة باش ننشطوا والأصدقاء ديالنا رحبوا بينا بزاف وحنا جينا اليوم مدرسة باش نشوفوا المدرسة كيفاش دايرة وهي عجبتنا بزاف. أكثر من 35 سنة بالتعليم. يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن باقليم المحمديه. نحن في اطار الدخول على المدرسي الجديد لموسم 2019-2020 وتحت الشعار من اجل مدرسه مواطنه دامجه. اليوم بهذا الشعار سندعم ان شاء الله هذا الشعار وهو دعم المجال البيئي في هذه المؤسسه وهي مؤسسه الجازولي بالجامعه القرويه الشلاله. سنقوم بورش بيئي سيشمل قلع الاشواك الضارة وغرس مجموعة من الشجيرات وكذلك صباغة الحجرات وجدران المدرسة والشبابيك الحديدية. كذلك سننظم مبادرة وهي التوعية والتحسيس لفائدة جميع تلاميذ المؤسسة وأمهاتهم كذلك بالحفاظ على رونق وجمالية المدرسة. كذلك سننظم ورش تربوي وثقافي سيشمل الرسم على الجدران بمشاركة جميع تلاميذ المؤسسة إن شاء الله. وفي نفس السياق سنقوم بتكريم بعض رجال التعليم الذين ساهموا في دعم التمدرس. هذه المبادرة كانت بمساهمة أنتيليسيا المغرب الذي دائما تدعم دعم التمدرس خاصة في المجال القروي. وكذلك في نفس السياق سنقوم بتوزيع قصص لدعم المكتبة المدرسية لهذه المؤسسة إن شاء الله. وشكرا. بمناسبة الدخول المدرسي 2019-2020 تم النداء ديالنا من طرف جمعية نهضة الزناتة لصيانة الحديقة ديال المدرسة اللي كوننا كنخدموا في هذا الميدان ديال الصيانة وليداتنا كيقراو هنا. تم استدعاء ديالنا فلبينا الطلب ديال السيد الرئيس وجينا قمنا بأوراش بيئية ومنها بعد صباغة الجدران ديال المدرسة وهناك نشاطات أخرى كيقوموا بها الناس أخرين. وفي هذا الوقت كنشكر السيد يزيد أبو صابون وجميع الناس اللي تعاونوا معنا وكنطلب من الناس ديال المؤسسة هذه باش يحافظوا على هذه البيئة لأن البيئة إلا ما كانتش نظيفة ما غاديش تكون شي مستوى دراسي اللي هو في المكان المناسب. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. باسمي الخاص محمد داود عضو ديال الجمعية جمعية آباء وأولياء التلاميذ بنيابة على جمعية آباء وأولياء التلاميذ مدرسة الجازولي. بهذه المناسبة أشكر النهضة الزناتة على مساهمتها في نشاط دخول المدرسي 2019-2020. وبهذه المناسبة أشكر جميع الفعاليات الفنية والثقافية والجمعوية بهذه المناسبة وشكرا.